السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. جبت لكم أول وصفة تاع الخبز، خبز صحي وبالخميرة الطبيعية. اليوم اختارينا لا فارين دو ساكل، نظن بالعربية تسمى الجودار، وبالدار العمية تاعنا سي الاخر خبز الزرع. عملته بطريقة صحية، نمشي ونكتشفوا مع بعض وفرجة ممتعة. والآن بعد ما حضرت الخميرة تاعي ليلة سابقة، كنت حضرتها بلا لا فارين دو سيك مع التمر اللي كما شفتوا. والان نحتاج الفرينه، عفوا كنت حضرتها بالقمح الكامل. الفرينه هنا فرينه لو سيك، لا فارين دو سيك تاع الزرع. نحتاج الخماره الطبيعيه، ونحتاج هنا المجموعه من تاع الزريعه. راه عندي حبه حلاوه، السانوج، زريعه الكتان، الجلجلان والملح. طبعا نبدا نحط هذيك 500 غرام تاع الفرينه. ماجي شوفوا اللون تاعها، ربما ما راهش تبان لكم اللون تاعها، ماجي يميل للسواد. نعملو هكذا حفره في الوسط، ونحطو ديك الخميره تاعنا، ونحطو هنا الخماره تاعنا، خميره عفوا الخميره الطبيعيه. شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون. دونك هذه نخليو هكذا قليل فقط، نخليو هكذا القليل فقط باش نعاود نعملو خميره، نحضرو خميره واحد اخرى باش الغدا نعاود نعجنو بها ان شاء الله. دونك عملنا الخماره تاعنا الخميره الطبيعيه. الان نزيدو هاد الزريعه. اليوم انا ماشي نعمل السانوج، نعمل حبه حلاوه، ونعمل جلجلان باش هكذا يكون صحي اكثر، ولادنا يعجبهم. ونبدا نضيف في الماء الدافئ اللي ما كنتش ذكرته في المقادير. الملح طبعا ما رانيش نسياتو، راني حطاتو. نبدا نلم في العجينه تاعي، نجمع في العجينه تاعي. هنا الماء ناكدوا عليه يكون دافي باش يعطيها باش تنجح لنا، ينجح لنا الخبز، يعطي قوه لهذيك الخميره الطبيعيه. هنا تعرفوا بلي هذيك بكتيريا، عطينا لها القوه كي عطينا لها عملنا لها التمر، وفي الاخرى عملنا العسل الحر. نجمعوا العجين تاعنا، كيما راكم تشوفوا جمعت العجين. الان نضيف الملح، انا ما عملتوش في الاول لان الطريقتين صحيحتين. ندوبوا داك بالماء، هنا الماء ناكد عليه، راني نعمل انا الماء تاع العين ماشي تاع الحنفيه، ماشي تاع الحنفيه. الماء تاعنا نعيطوا حنا تاع العين ولا تاع البير، الماء تاع الحنفيه يقتل هذيك البكتيريا شحال اللي حنا وحنا نربيو فيها. ربيناكم كيما حل الجنين صغير كيربيوه، حاولنا عليها وكلناها مليح باش تكون النتيجه مليحه، حتى هي تساعدنا على تساعد على الهضم هذيك البكتيريا، وخاصه الناس اللي يشكيو من امراض المعده وامراض القولون. الناس بكري كانوا ياكلوا الاكل الصحي، علاش هذه ما كانوش يمرضوا بزاف، وضروا كثره الامراض لان الاكل ما ولا صحي. نحاولوا حنا هذا العادات الحسنه نزرعوهم في ولادنا كيما حنا والدينا زرعوا فينا هالعادات الحسنه تاع الاكل. دروك راه عادات سيئه بزاف، كانوا يصبحوا على خبز الزرع وزيت الزيتون. كاين ناس دروك عندهم ياكلوا اكل صحي، يتناولوا اكل صحي في بيوتهم، حتى حنا نحاولوا نعلموه لولادنا. وهذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها، استدلكتها هنا، الدلك هنا مليح باش تدلكوا العجينه باش تعطيو لها قوه اكثر. نغطيها هكذا. عندي هادو لي شارلوط، هادو سبيسيال للغذاء. ما عندكمش عملوا بلاستيك اليمونتير، ونزيد نعملها هكذا طوغشون نقي، ونطحيها في الفرن. دائما نخمر في هذيك اللي نفوتها نعملها في اللمبه. ما عندكمش تسخنوا الفرن كما قلت مده 5 دقائق وتطفيوه وتخليوه تطحيو فيه الخبز يخمر لكم، يخمر ونعاود نشوفوه. وهذا هو الخبز بعد ما مرت ساعه ونص، كيما راكم تشوفوا خمر، الحجم تاعو تضاعف. وعمل دوك الفقاعات، راني عملته انا طريب بزاف. انا راني ماشي انا نستعين بالشعير، وباش نقطع هذا الخبز نعملو على حسب ما تحبوا، زوج ولا ثلاثه خبزات ولا لي باغيت اللي تحبوا كيما تحبوا تشكلوه. داك الفرن راني عملت له لالوم شويه، راه يجرالي اختمار، راه يجرالي. كيما راكم تشوفوا عملتهم بالشعير هكذا باش يجيو صحيين اكثر، وباش يساعدونا كنت عملت العجينه شويه خفيفانه هكذا. نعملوهم عاود يروبوزيو شويه، ونعاد نقرصوهم.
نعملتهم خبزات هكذا مدورين، وانتوما كيما تحبوا، تحبوا تعملوهم دي باغيت، تحبوا كيما تحبوا تعملوهم. نخليهم عاود يروبوزيو يزيدوا يخمروا شويه ونعاود نقرصهم. هذا هو الخبز تاعنا بعد ما تركته ارتاح. الان هكذا نقرصوه، نضغطوا عليه، ما تضغطوش عليه بزاف باش ما تقتلوش هذيك الخميره، ونعاود نخليوه يخمر من جديد، يبدا شويه يا يطلع يا نطحيوه يطيب في الفرن مسخن على درجه 200 درجه كما تعودنا نطيبوا الخبز تاعنا. هنا بالنسبه للخبز راه خمر لي، نشرب شويه ماء. هنا كما تقدروا تعملوا اناء فيه الماء تعملوه تحت في الفرن باش يجيكم الخبز يجيكم هشيش ويجيكم طري. هنا فقط نعمل له هكذا انديسان في الوسط، تحبوا تعملوا هذه تحبوا ما تعملوهاش، وندخلوه يطيب. كاين اللي يعملوا عليها طوغشون اوميد، يعملوها على الخبز باش هذاك الطوغشون ما تخافوش لما كان قطني ما يحترقش والخبز يجيكم طري. نمشيو ندحيوه يطيب، هذه هي الطريقه اللي انا زينت بها الخبز، نمشي ندحيه يطيب. وهذا هو الخبز تاعنا طاب كما راكم تشوفوا، شوفوا ها هو الكيطاب. نحل لكم هكذا وحده، شوفوا كيفاش جا من الداخل. هذا هو خبز الزرع صحي بالخميره الطبيعيه. نكملوا دائما في التحدي تاعنا، ورحنا نلايمو توجور، حنا نلايمو حنا مع بعض ورحنا نشجعوا بعضنا بعض. شوفوا اليوم شحال راه عندي، 6060 دينار. وهذا هو الخبز تاعنا، وهذا هو التحدي تاعنا تاع اليوم. وهذا هو خبز الزرع تاعنا بالخميره الطبيعيه، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. فقط ملاحظه، هو ياخذ وقته بزاف في الاخر في الخميره، ماذا بكم تعجنوه لفكتو حابين تفطروا به ولا تعجنوه بكري، سينو يوجد لكم حتى العشاء ياخذ وقت في الخميره، يخمر الخميره الاولى وعاد الخميره الثانيه. هذه هي بالنسبه للخبز الزرع تاعنا تاع اليوم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو لايك، كذلك تبارطاجيو لا فيديو، ولي اول مره تدخل القناه تاعي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد قناتي. نشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله.